يا حويش، ان شاء الله امورك تمام. لكن طيب، ان شاء الله حتى اقامتك معنا تكون طيبه على الاقل عند الان. ما زال ما تبيش تتكلم؟ ما فيش داعي نذكرك، انت سيد العارفين، كلامك من الاول يخفف عليك هلبة حاجات. تتذكر آخر مرة تلاقينا فيها؟ آخر مرة تكلمنا فيها أكيد تتذكر. سبحان مغير الأحوال. لا إله إلا الله، سبحانك سبحان رب العزة عما يصفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش مشكلة، بإذن الله هتكلم. أنا ما رأي شيء إلا أنت. الله أكبر، الله أكبر. صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. 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 لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك سبحان رب العزة عما يصفون. قدر الله وما شاء فعل. بالله يا حوجة سامحنا على اللي صار أمس. اللي صار أمس ما يمثلناش بوكل. الشباب ساخنين من الحرب. فيصير الغلط. ما زال ما تبيش تتكلم. خويف وخوفت، ضرب وضربت، ايش من ذنب تدير؟ قتل؟ ما قتلني، لانك تحت ناس تانية وما تقدرش تدير اللي تبيه. ثم مش تبوا تبنوا دولة والا هي هذه الدولة متاعكم؟ قبل ما نتكلم لازم تسمع مطالبي. مطالب؟ شرير
ولكل عالم دين يتفق. شنقرونه واحد من عائلة الدماء في هذه الحركة لحسب كأننا قارونه في مرة دي. خلاص انتهى. لا يمكن تشرب فيه شفاعة الشبيب وزنديق ولا بلدان من طعم. تو اللي صار يا حاج، خلينا نحل الموضوع. راه الجماعه تعبوا وما عادش فيها، هم طالبين ايقاف التعذيب وتحسين السجن والاكل والعلاج والنظر في قضايانا. موضوع القضايا مش عندي، ايقاف التعذيب وتحسين وضع السجن والاكل والعلاج سهل، لكن ضروري ضروري تقدموا لي قائمة بأسماء الناس اللي داروا التمرد بالواحد باش يتحاكموا. مستحيل يتسلموا لك من غير ضمانات، أقل شيء يحضر محاكمتهم شيوخ قبائلهم أو حد يضمن محاكمتهم. أيوة، الواضح أن فيه سوء تفاهم. أنا ماني جاي هنا باش نتفاوض معاكم، أنتم فاهمين الموضوع غلط. احمد ربك انت وياهم اللي قاعدين عايشين لعند توا. باهي، اللي عنده جرم حكموه، اما احنا ما عادش عرفنا نفسنا لا حيين ولا ميتين، ما عندناش ابسط حقوق. حقوق شنو يا سيد؟ حقوق الانسان بسجن الراي. انتم مجرمين، انتم احترفتوا القتل واخذين سلاح وبتقتلوا الناس. انت شن قضيتك؟ ها شن قضيتك؟ مش هذا موضوعنا يا حاج. لا لا لا، شنو جابك هنا؟ شنو مسجلة تهمتك؟ انا امام مسجد والتهمة التستر، بس مش هذا موضوعنا يا حاج. احنا نبغى ندور. اسمعني كويس، انتم المفروض ما فيش صراحة مع معاكم. احنا متهمين اننا مش رجالة، ماناش تريس لان قعمزنا معاكم، وانتم مازال مش عاجبكم وبتضربوا وبتفرضوا رايكم. انت وين 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 وين؟ احنا ما قلناش الا طلبات بسيطة. اسمع، انتم تعرفوا ان العالم كله واقف ضدكم، متفق عليكم، اعطيتونا فرصة اللي قلت لكم كلكم والعالم يصفق لنا. دبابتين دبابتين بس يسوي السجن بالأرض وينتهي الموضوع. مطالبة، مظبوط احنا بنبنوا الدولة، بس الدولة زي ما انت عارف تحتاج لوقت، ربما لسنوات عشان نبنوا دولة القانون. ومن هنا لعند ما تبنى الدولة اكيد في خروقات، وباش نفعل المحاكم ونحاكم المجرمين قصة طويلة. الله يلطف بحالك وبحالنا. ما قلتليش، تتذكر آخر مرة تلاقينا فيها بوسليم لما صارت المشكلة والجماعة شدوا واحد من الحراس رأينا؟
وقتها جينا نفاوضوا من اجل حل الموضوع، ما لقيناش حل. ما يصيرش هيك يا حاج، انا نقول لك مستحيل يسلمهم لك من غير ضمانات. ضمانات؟ يا عيني والله، هاهي الضمانات. جيت بعداي وشوشت في ودني بكلمتين اكيد تتذكرهم، عاودهم لي كلمه كلمه وبالصوت العالي في المحضر. خليك سجل. عاود لي الكلمتين اللي قلتهم لي. كل سجين يرجع للقاطعة متاعه زي الرجل الطيب، والحارس يرجع لنا بالمفاتيح، واللي ما دار شيء ما يجي شيء.